اتهمت السعودية إيران بتقديم مطالب وصفتها بأنها غير مقبولة مقابل إرسال مواطنيها للحج. وجاء الرد بعدما اتهمت طهران الرياض بوضع عراقيل أمام الحجاج من مواطنيها. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني فليب هاموند إن إيران طلبت الحق في تنظيم مظاهرات وطلبت امتيازات تثير الفوضى في الحج وهذا غير مقبول. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عدم إرسال حجاج إلى البقاع المقدسة هذا العام بسبب خلاف مع السلطات السعودية. وقال الجبير إن السعودية توقع كل عام مذكرات تفاهم مع 70 دولة بهدف ضمان أمن وسلامة الحجاج، ولكن إيران رفضت هذا العام التوقيع على المذكرة. وأضاف إن الرياض وافقت على تسهيل ترتيبات سفر الحجاج الإيرانيين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية والجوية بين البلدين.